في فيديو مؤثر، محمد الترك يعود لوالدته وأولاده ويطلب السماح. سافر محمد الترك إلى البحرين بعد محاولته الفاشلة للرجوع لزوجته دنيا بطمة التي أثارت الجدل مؤخرا، خصوصا بعدما اتهمته بالخيانة الزوجية. بمجرد أنه راجلي بارك مع وحدة في داري، في قاع داري، من 8 العشية 3 الصباح نتوما باقين في قاع داري، والخمر والقوارو وحويجي وشميز قميص وسليب وعشاء عمل وركب لي اخو الخريف رجع. وبعد اللايف الذي اثار العديد من التساؤلات حول الخيانه التي تدعيها دنيا بطمه والنفي من طرف محمد الترك وايضا المتابعه في قضيه الخيانه وصال، قرر هذا الاخير العوده الى الديار وبالضبط الى البحرين، والتقى بوالدته ووالده حيث طلب منهما السماح في جو مليء بالمشاعر الحزينه، وهو ما اثار تعاطف العديد من الرواد.